بتنظيم من مبادرة فن البحرين عبر الحدود آرت باب، وبدعم من صندوق العمل تمكين برئاسة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة مدير عام مكتب صاحبة السمو الملكي قرينة ملك مملكة البحرين، وسعادة السفير الدكتور محمد عبد الغفار سفير مملكة البحرين في الجمهورية الفرنسية. شارك 30 فنانا وحرفيا بحرينيا في بينالي باريس للفنون، أحد أكثر المعارض الفنية شهرة حول العالم، حيث تشارك مملكة البحرين بصفتها أول ضيف شرف بتاريخ المعرض ضمن جناح يعد الأكبر بمساحة بلغت 364 مترا مربعا. في القصر الكبير بقلب باريس، وهو واحد من أهم المعالم التاريخية للحضارة الفرنسية، أفردت المساحة الأكبر لمعرض متعدد النتاجات الإبداعية البحرينية في الفن التشكيلي والنحت والحرف اليدوية البحرينية تحت عنوان كبير هو مملكة البحرين ضيف شرف. 21 فنانا بحرينيا يعرضون على مساحة نحو 400 متر مربع داخل القصر الكبير بباريس أكثر من 40 عملا من الأعمال الفنية البحرينية المعاصرة. لوحاتي ومشاركتي في هذا البنالي تعتبر مهمة حق البحرين، لأن هي موروث تراثي، أمثالنا الشعبية التراثية، فكل لوحة تحكي عن مثل من هالأمثال الشعبية. هذا عمل ثلاثي، يعني هي قطعة واحدة بس من ثلاث قطع، والتقنية زيت على قماش. المشاركة هنا بالثلاث أعمال هذه كانت مساهمة بالنسبة لي أنا مهمة، والمواضيع في الواقع تتعلق بحديقة مرسمي. البحرين لؤلؤة البحر، هذا ما يمكن أن يعطى مباشرة لتوليف واسع في المكان أو ما يسمى بالتجهيز. كرات كبيرة وصغيرة من اللؤلؤ على امتداد أرض البحر لتدخل منها إلى بوابة معرض اللوحات. التوليف أو التجهيز في المكان أو في الفراغ فن تشكيلي حديث رافقه الفن الحرفي التقليدي البحريني. إنها المرة الأولى التي يكون فيها الحرفي التقليديون جزءا من وفد مملكة البحرين الفني في معرض دولي. فن حياكة النسيج، طبعا هذا التراث القديم عمل الأجداد، فاحنا نحاول بكل الطرق أن نحييه. من خاصية القماش أن هذا يكون الوحيد ما يتكرر، لأن الشخص الوحيد اللي صنعه بالنسبة إلى الخيوط، ومن أجمل خواص أن يحكي ما الأيام زمان الأجداد التراث، وفي نفس الوقت بيكون يعتز فيه. نسبك المعادن مثل البرونز والبراس، فنشكل الأعمال الفنية باستخدام الشمع، وبعدين نأخذ عليها قوالب من السيليكون، وبعدين نصبها باستخدام المعادن، نذوب معادن مثل البرونز والبراس ونصبها في هاي القوالب وتطلع منها الأعمال الفنية. هاي شيء مميز في البحرين وحتى في منطقة الخليج بشكل عام، وهاي الطريقة في تنفيذ الأعمال الفنية تتيح حق الفنان أو المصمم مجال أوسع أنه يبدأ أو ينتج أعمال فنية ممكن ما المواد الثانية أو الميديومز الثانية ما تتيح له أنه يسويها. تعدد أشكال النتاجات الفنية في هذا المعرض الفني البحريني الدولي لم تغب عنه الشخصية البحرينية التي كانت وراء كل من هذه النتاجات، والتي شكلت القاسم المشترك بين منابع كل فكرة من الأفكار التي تنوع التعبير عنها بأشكال مختلفة، من الرسم بالألوان إلى التوليف إلى النحت إلى الفن الحرفي. أكثر مواضيع مستوحاة من العادات والتقاليد والبيئة البحرينية بصورة عامة، أن احنا الحمد لله بيئة غنية جدا بتراثها وبعاداتها وتقاليدها، فلذلك احنا عندنا ممكن واحد يعني يكون ملهم فيه أكثر ويتعايش معاها من ألوان موجودة فيها، من الملابس الموجودة، من المواضيع المطروحة كذلك، فالأحياء مالنا ذاكرة المكان. للمرة الثانية يفتح القصر الكبير بباريس للقاء مع الحركة الثقافية البحرينية، دلالة كافية على كبير تقدير لهذه الحركة على المستوى العالمي.
محمد صادق، تلفزيون مملكة البحرين، باريس.